اسماعيل جرب تشيكانو، اسماعيل جرب تشيكانو، اسماعيل جرب تشيكانو. تشيكانو. السلام عليكم يا قوم، اخباركم؟ كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. قبل ما ندخل باجواء الحلقه، اللي مش عامل اشتراك ينزل يعمل احلى اشتراك واللايك من اجله لنهايه هالحلقه اذا عجبتكم. تشيكانو ناجي القاق، عم بصور لكم وانا طالب من عندهم 6 أصناف. بدنا نجرب عندهم البروستد. اهم اشي من الفيديوهات اللي شفناها على اليوتيوب، انا ما كنتش مقتنع بفكرة انه جد ناجي بده يفتح مطعم. الواضح انه مجهزين وعاملين شغل. كمان شغلة، مش حاس حالي عم بدخل على محل جديد، فكل اشي لحد الان بيوتر. نستنى الاوردر يجهز ونشوف التجربة. مين قاعد جنبي هون؟ ناجي القاق، قصدي تشيكانو من ناجي القاق. باكي جينج وجو والوان وريحه صراحه مبشره. شوفوا لي اول اشي الباكج اللي جاي فيه البروستد، الوان وماسك حاله وبجنن. شوف البروستد، بصراحه انا يعني المطعم ححكم عليه البروستد، او يعني حتشجع له او ما تشجع له. فرايز. الوجبه بتيجي 4 قطع، خبزه وفرايز ودرينك. كم بسعر؟ 4.5 دنانير. بسم الله. هاي الدرم. بروستد بذكرني بالكبار، كانوا كبار. يا جماعة الخير، شكلي حنصدم. هاي الجارليك. نشوف السفينة. نشوف السفينة. بسم الله. تسوية البروستد كيف هيك طالع، والتتبيلة مخيفين. حرارة حلوة والتتبيلة حلوة. بروستد مقلي صح. ووو قوية. طبعا انت بتطلب هاي جنبهم بسعر 65 قرش، هاي الصغيرة. شوف الكول سلو، غريب، مش حاسه مناسب مع الجودة اللي دقتها بالبروستد هاي. بس يلا مش مشكلة، المهم البروستد. نروح لتاني الصنف الرابع. وين الورقة؟ اللي هي الخبزة هاي. اوكي، سعر هاي السندويشة 2.65 دينار. بسم الله نجرب. حبيت الصوص والطعم اللي دخل على تمي، نكهتها لذيذة. الدجاج كتير موصل فكرته، الصوص بالإضافة للبصل كمان هيك عامل جو بالسندويشة. هاي السندويشة كتير زاكية. صنفين رئيسيات قويين. نروح لثالث صنف طلبته من عندهم، الوينجز بالصوص. الوينجز 10 قطع مع صوص ب4 دنانير. طلبت الصوص هاني ماسترد، ما بزبط تعملهم ميكس، بس صوص واحد. شوف، بسم الله. طعم الصوص كتير خفيف، كهاني ماسترد كتير خفيف، بس معطي جو. بنفس الوقت الوينجز كتير زبطة، مقلية كتير صح. الوينجز نفسها كتير نظيفة وزاكية. نضرب كمان واحدة ونروح على اللي بعده. هيك بتعرف انه الوينجز جد نظيفة وفريش فريش، لما يطلعوا معك هيك العظمات. بروستد والراب والوينجز جول. نروح على اللي بعده. في سندويشة هون اسمها جولدن ستاندرد، مش عارف ليش عاملينها كت هم، بس يلا اوكي. هاي السندويشه بسعر 2.5 دينار. ما حبيتها، يعني ما لهاش دخل. جولدن مالكم مش مصلحه فيها ابدا، تحسها سندويشه من مطعم تاني. ضل لنا صنفين، تندرز وسندويشة. هاي السندويشة بدي اخليها لاخر اشي. نجرب التندر، تقدر تطلب هيك 3 قطع تندر ب2.60 دينار. بسم الله. برضو التندر خطيرة، بتذكرك بالمطاعم اللي مقاطعينها. اكتر اشي عجبني عندهم تيست الحرارة، بيجيك متأخر. قلي القطع يعني متعاملين معاه صح، انتو فاهمين؟ مقلية كتير صح، متبلة كتير صح، والطبقة هيك ماسكة بشكل. نجرب تشيكانو صوص معهم. تندر قوي، يعني جد قوي.
اوكي. تشيكانو اوف اريبيا هي سندويشه بدينارين و75 خبز عربي، يعني سندويشه لبنانيه، يعني عرفتوا مثلا جوا شيش بيحكوا لي. لازم نشوفها من جوا، مش حنشوفها هيك من جوا الا اذا بسم الله. تشيكانو اريبيا احبطتني، يعني صراحة كنت حاسسها اشي اقوى من هيك. سندويشة برضو من برا المطعم، ملهاش دخل في المطعم. نظيفة السندويشة بس في نقص في الاطعمة، يعني الدجاج هذا اللي جوا شيش، لو في هيك طعمة فحم توم، يعني هاي السندويشة مش زبطة. البروستد عنده قوي، التندر عنده قوي، الوينجز حبيتهم كتير، وسندويشة الراب حبيتها، هاي السندويشة وهديك السندويشة ما حبيتهم. ضل كم صنف عند تشيكانو ما جربناهم، بس صراحة مش كتير في بالي، يعني ضل كمان سندويشات أعتقد وصوصات تانية من الوينجز. البروستد والوينجز والتندر بيخوفوا بيخوفوا، بدي أرجع للبروستد أنا. يعني وانا مرتاح وانتم مطمنين بقدر احكي لكم الاشي الرئيسي الذي يمثل هوية المطعم، قويين تقدروا تروح تجربوهم. البروست التتبيلته لذيذة. نشوف شو ضل عنا. جينا بتشيكانو دكانة ابو رامز، مين منلاقي جوا يا جماعة الخير؟ تفضل. بدك ذوق ناجي القاق؟ والله بدي اذوق. ذوق لي ناجي. يعني لا عليك كيف البكتش. اسمع جد شبه ناجي. طيب ايش قلت لي اجرب اول؟ طيب البروستد والوينجز والتندرز. ها في جلفز جوا جيب. انت بدك جلفز الك جيب. ماشي اه انا راح على انا لحد ما يجي انس. لا. نضرب لنا كمان حبه وينجز. فهمتوا؟ ما بدي اياك اول شيء تجرب الوينجز، بس جرب الوينجز. السلام عليكم. وعليكم السلام. أول إشي كثير نظيف، الصوص خفيف لطيف زاكي. وينجز زاي. وينجز وينجز. بالضبط. حقي. لا لا محرز. كثير يا زلمة. لا هي هي. كثير. الدين ممنوع والعتب مرفوع. صراحة كان نبي نظيفة. والله كثير حبيت. كثير حبيت. الوينجز تعليقي كان نفس التعليق. أنا مش كثير أصلاً من عشاق الوينجز بشكل عام. لأنه بحسها يعني. تمشيت حال انت فاهم، بس هاي محرزة واجب قوي. طيب انتقل من الوينجز بعد هاي لإشي تاني. إشي صار ببالك انا يعني حاس وين بتحطه في اني خانة بين المطاعم؟ هسا فكك من انه نضيف متفقين عليها، جد حاس كنتاكي، انت حاس اشي من المطاعم هاي، اشي مش لوكال. بالضبط. اللي وصلت لكم اياه هيو وصل من حدا تاني، كواليتي براند، صار له سنين شغال وعالي. صح وعافية ابو الانس. انا قديش صار لكم مش شايفينه، قديش انتم صار لكم مش شايفينه، انا صار لي مش شايفه نفس المدة تقريبا، يعني يمكن انا اقل شوي. يعني انتم بتشوفوه اكثر مني، بس المقام في القلب. الله يسعدك، الله يسعدك. ليس له غنى. كيف تشيكانو؟ ناري. كيف يعني كنت متوقع انه اكل بارد، اوكي حيكون ممكن زاكي، يعني مش انه يصدمني انه الدجاج. انا ما كنت جوعان. اه انا ما اكل. آه كان ماكل هاي كلها رز. يلا مندوق ومنجرب. وجهة نظري في المطعم من الست اصناف اللي جربناها، الرئيسيات البروستد والتندر والوينجز، اي اشي جاج كان، انتو فاهمين؟ السندوشات من الثلاثة اللي جربناهم واحدة اللي حبيناها، الرابع العادية صراحة كتير حبيتها، السندوشتين التانيات اللي هم تشيكانو اريبيا بدها شغل والجولدن بدها شغل. مستوى البروستد بالنسبة لي يعتبر من الكواليتي العالي اللي بينافس براندات كبيرة. كيف الشباب؟ هلا حضرتوا حلقة الثلاثة؟ ما حضرتوها؟ لا. لا ما حضرت حلقة الثلاثة؟ لا. يا جماعة الخير، دكانة أبو رامز فتحين يعني من 98 بحلتها الجديدة من سنة وشوي زي ما انتو شايفين. أي حدا مارق من منطقة الثالث، الجماعة جماعتنا بأغلب الأوقات حتلاقوا أنس برضو هون. بنسوي أمريكان مرتبة. هي الأمريكان بيسووا أمريكان، بضحكوا على العالم في أي دينار عند ابو رامز. اذا مش جايين على الدكان روحوا على الامريكان. شوف جيلي في الدكان هيك جيلي بتحسوه ابو الشيل المسحوب 15 قرش. بدنا نجرب. شايفين؟ رجع الفيسبوك بس صايب صايب شطر كل حاجه. صرت بياع في الدكانه. شايفين؟ خلي علينا يا رجل. ف
تفضل. شو قديش النقص اليوم الكاش؟ مفتوح. يلا يا جماعة الخير على الاستوديو. يلا على الاستوديو. يلا على الاستوديو. قبل الختام يا حبايب قلبي، أيام قليلة تفصلنا عن رمضان، اللهم بلغنا رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. انتم متخيلين انه أهل غزة احتمال كبير رمضانهم يكون بالحرب؟ اللهم أنزل السكينة على قلوبهم وانصرهم وانصرنا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، لنجعل رمضان لعنة وكابوس على هذا العدو المحتل. ذكر نفسي وبذكركم بتجديد التوبة الصادقة لوجه الله تعالى، تكثيف الدعاء لأهلنا بغزة يا حبايب. والآن بقدر أحكي لكم، إذا عجبتكم هاي الحلقة وهذا النوع من الحلقات ما تترددوا وتحطوا لنا أحلى لايك، وأكيد ما تنسوا الاشتراك ومشاركة هاي الفيديوهات مع ناس بتحبوها وبتحبوا تجوعوها. نحب نذكر إنه هاي الحلقات بتنزل كل ثلاثة وجمعة حوالين الساعة 6، وسلام إن تحريرها كلها قد بدأ والله ستتحرر. سلام عليكم.